السلام عليكم. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن أسس الدوسيمتري، ثم تحدثنا عن الراديشن دوسيمترز وأنواعها المستخدمة في العلاج الإشعاعي، سواء ككوالتي أشورنس يونت أو كأجهزة قياس وتحقق أو غيرها. اليوم راح نتكلم عن الأجهزة المستخدمة في المراقبة الإشعاعية اللي تستخدم في وحدات العلاج الإشعاعي، سواء كانت أجهزة شخصية أم أجهزة مساح عامة. نبتدي أولا، نقسم تعرض الجسم للإشعاع على ضربين، داخلي وخارجي. التعرض الداخلي هو خارج نطاق خطة هذه المحاضرات، فحيقتصر الشرح على التعرض الخارجي، يعني اللي من مصادر خارج جسم الإنسان، مثل التعرض للإشعاع من المصادر المشعة عند التعامل معها لا عند الابتلاع، أو العمل في أماكن ملوثة إشعاعيا أو في المجال الطبي المختص بالإشعاع. فقياس مراقبة التعرض الخارجي معناها قياس مستويات الإشعاع داخل وفي محيط منطقة العمل، وقياس مستويات الإشعاع حول معدات الإشعاع مثل الريموت افتر لودر واللينك هيد، بالإضافة لقياس الجرعة المكافئة الممتصة من قبل العاملين في مجال الإشعاع. الأجهزة هذه ممكن تستخدم أيضا لمراقبة العاملين وأيضا في مراقبة الغرف. وأكيد طبعا أن الأجهزة جميعها يفترض معايرتها قبل الاستخدام، فالهدف الأساس من مراقبة الإشعاع وأجهزة المراقبة هو سلامة العاملين والمرضى وعامة الناس أولا وأخيرا. يتوجب معايرة جميع الأجهزة المستخدمة في المراقبة والحماية من الإشعاع في ضوء الكميات المناسبة للوقاية الإشعاعية. هذا الموضوع رح يطرح قضيتين مهمتين. الأولى، ما هي الكميات اللي تستخدم في الوقاية الإشعاعية؟ هل نستخدم وحدة الجراي مثلا والراد أو أي وحدة أخرى؟ والقضية الثانية، ما هي الكميات اللي هي أكثر مناسبة في المراقبة على الغرف والأماكن ومراقبة الأشخاص والأشخاص اللي نقصد بهم، يعني على التماس مع الإشعاع، مثل العاملين في غرف المراقبة والفحص الإشعاعي والعلاج الإشعاعي. الكميات والوحدات المستخدمة هي تكون حسب توصيات الـ International Commission Radiation Units and Measurements، أو اللي يرمزوها اختصارا من الـ ICRU. فالجرعة الممتصة الأبزورب دوس، رغم كونها هي الكمية الفيزيائية الأساسية في الدوسيمتري، لكن استخدامها في الحماية الإشعاعية غير وافي وما يؤدي الغرض، لأن تأثير الإشعاع على الأنسجة الحية يختلف باختلاف نوع الإشعاع المؤين، وأيضا باختلاف النسيج المستهدف. ولهذا تم تعريف كميات معينة للتعبير عن الجرع في الوقاية الإشعاعية، ونبتدي بالكمية الأساس اللي هي الجرعة المكافئة أو equivalent dose اللي يرمزولها بH. لأجل معرفة الجرعة المكافئة نحتاج كميتين، اللي بالأحرى هي كمية ومعامل. الكمية هي الجرعة الممتصة من قبل العضو، والمعامل هو radiation weighting factor اللي هو معامل وزن الإشعاع اللي متعلق بنوعية الإشعاع الساقط، وهذا العامل يسمح بالأخذ بالحسبان التأثير البيولوجي للإشعاع المستخدم واللي ينتج عنه التأثير الصحي المعين. وعلى فكرة، جرعة العضو هي الجرعة الممتصة في عضو أو نسيج محدد في جسم الإنسان. يعني إذا نرجع لتعريف الأبزورب دوز، فهو الإمبارتد إنرجي اللي تمثل مجموع الطاقات المنقولة من الإشعاع الساقط على كتلة العضو أو النسيج قيد الدراسة. العامل هنا ذكرنا أنه يعتمد على نوع الإشعاع الساقط، فهو للفوتون يساوي نوع واحد، وكل ما يزيد النقل الخطي لطاقة الإشعاع المؤين كل ما يزيد الويتينج فاكتر. ويا النيوترونات عندنا مدى معين بين 5 للـ10 بحسب طاقة النيوترون وتأثير البيولوجي. المشكلة في الإكويفالنت دوز أنه ما ممكن قياسها بصورة مباشرة، ولا توجد معايير يمكن فيها مراقبة الإشعاع باستخدام هذه الكمية، فبالنتيجة نحتاج كميات تشغيلية حتى نتمكن من استخدامها في القياسات العملية، ولجل أن تحل محل الجرعة المكافئة H.
في الحماية الإشعاعية يميز الإشعاع بكونه إما ضعيف النفاذية أو قوي النفاذية، فما يسمى بالضعيف النفاذية يكون غالبا المقصود به الأشعة الفوتونية ذات الطاقة الأوطأ من 15 كيفي وأشعات بيتا. وعلى هالأساس وفي مراقبة المساحات، فالجرعة المكافئة المحيطة هي ما يمكن قياسها بالإضافة إلى الجرعة المكافئة الاتجاهية، يعني أقصد أنه هي يعني يمكن قياسها بالإضافة إلى قياس الجرعة المكافئة الاتجاهية. هذه الكميتين اللي هي الجرعة المكافئة المحيطة والجرعة المكافئة الاتجاهية تربط مجال الإشعاع الخارجي بالجرعة المكافئة الفعالة فيما يسمى بفانتوم فضاء الاي سي ار يو، حيث أنه دي هنا هي ترمز لعمق معين في هذا الفضاء، واللي هو في الحقيقة جسيم كروي بأبعاد محددة، يعني دي تساوي لنا 10 مليمتر بالنسبة للإشعاع عالي النفاذية. أما الأشعة الضعيفة النفاذية فالجرعة المحيطة والجرعة المكافئة يتم حساب الجرعة عند عمق مثلا 0.07 مليمتر اللي هو الجلد، هاي يعني لجل أن نحسب الجرعة المكافئة، والجرعة المكافئة لعدسة العين يتم حسابها عند دي تساوي 3 مليمتر وهكذا. الأمر نفسه عند المراقبة الشخصية يتم قياس الجرعة المكافئة الشخصية للأشعة عالية وضعيفة النفاذية عند الأعماق اللي ذكرناها بمراقبة المساحة. هسه نبدي نفصل بهذه المفاهيم ونبتدي بأجهزة مراقبة المساحة واللي تنقسم على نوعين، إما أجهزة كشافات مملوءة بالغاز أو كشافات الحالة الصلبة. كشافات الحالة الصلبة مثل كشاف الومضي اللي هو سنتليتر أو كشاف شبه الموصل اللي هو سيمي كوندكتور ديتكتور. يكون عمل يعني اعتمادا على تصميم الكشاف المملوء بالغاز والفولتية المطبقة على الإلكترودين الإلكترود السنترال إلكترود والخارجي، يكون عمل الكشاف بوحدة من ثلاث مناطق واللي هي منطقة الأيونيزيشن تشامبر ومنطقة العداد التناسبي واللي هو بروبورشنال كاونتر ومنطقة عداد جايجر مولا اللي يرمزوا لها بجي ام. الكشافات الثلاث هذه جميعها أسطوانية، فيها جدار خارجي مصنوع من مادة مكافئة للنسيج في حالة الأيونيزيشن تشامبر ومصنوع من البراس أو النحاس في حالة النوعين الثانيين اللي هما الجايجر مولا والبروبورشنال كاونتر، وأيضا يوجد فيها إلكترود مركزي معزول عزل جيد عن الإلكترود الخارجي. غالبا تستخدم الغازات النبيلة في هذا النوع من الكشافات اللي ناقلات الشحنة بها مو الإلكترونات وإنما أيونات موجبة أو أيونات سالبة. طبعا حركة الأيونات السالبة هي أقل بكثير من حركة الإلكترون. مر عليكم هذا الشكل في الفصل السابق اللي تظهر فيه مناطق عدة في الكشاف المملوء بالغاز عند تمثيل العلاقة بين الفولتية المطبقة وبين عدد الأزواج الأيونات المتجمعة أو شدة الأيونات يعني بين قوسين المتجمعة. في البداية راح تبدي الأيونات بالتجمع لكن ما تكون لسه كل الغاز قد تأين، فهذه المنطقة والمنطقة المحصورة بين السي والدي واللي هي هنا ما مبينة بالشكل المفروض هنا تكون، هاي تسمى منطقة التناسب المحدود وما تستخدم هاتين المنطقتين في مقاييس الكشف. ذكرنا انه مقاييس المسح او survey meters تختلف باشكالها واحجامها حسب التطبيقات المراد استخدامها الها. بالنسبة لكشافات الغاز، في الغالب الغاز المستخدم مثل ما ذكرنا غاز نبيل لكونه مو الكترونيجاتيف لجل تجنب تكون الايونات السالبة بسبب ارتباط الالكترون اللي ممكن يؤدي لزيادة في زمن التجميع
في الكشاف الأمر اللي يحدد معدل الجرعة اللي ممكن مراقبتها. أكو شيء اسمه مقاييس المسح الخاصة ببيتا جاما. هذه المقاييس تمتاز بامتلاكها نافذة نهاية رقيقة تسمح بمرور ونفاذ الإشعاع الضعيف المرور مثل بيتا، وكفاءة مثل هذه الكشافات تقترب من 100% بالنسبة لجسيمات بيتا الداخلة للكشاف، بينما كفاءتها بالنسبة لجاما تكون قليلة، ولهذا تستخدم عدادات جايجر مولار مع جاما بسبب حساسيتها العالية، ويكون حجمها هنا أصغر من الأيونيزيشن تشامبرز المستخدمة في الحماية من الإشعاع. توجد طريقتين للتشغيل، يعني تشغيل هذه الكشافات. طريقة البولس مود واللي هي النمط النبضي، والطريقة الثانية نمط التيار أو الكارنت مود حسب نوع الربط والإلكترونيات المستخدمة. فعدادات جايجر مولار والعداد التناسبي يكون تشغيلهم عادة بالنمط النبضي، لكن بسبب كون المدة الزمنية اللازمة لاستعادة الكشاف حالة الاعتيادية بعد تسجيل النبضة واللي تعرف بفترة الفصل أو التحليل، هذه الفترة تكون محدودة، الأمر اللي يجعل هذه الكشافات تصل حالة الإشباع عند مجالات الإشعاع ذي الشدة العالية، يعني هنا منطقة قصور بالنسبة لهذه الكشافات. يستخدم هنا بديلا عنها الأيونيزيشن تشامبر واللي يعمل بنمط التيار، يعني يكون مناسب للقياسات عند معدل جرعة عالية. هسا ننتقل للأيونيزيشن سيفيميتا ونرجع شوي للرسم اللي يمثل العلاقة بين عدد أزواج الأيونات المجمعة والفولتية المطبقة على الكشاف. في منطقة التأين يكون عدد الأيونات المجمعة والفولتية واللي قد تكون موجبة أو سالبة متناسب مع الطاقة المودعة عن طريق مسار الجسيم المشحون. الجسيم المشحون في حجم الكشاف، يعني اللي هو حجم الجزء الحساس من الكشاف. لمراجعة كيفية إيداع الطاقة من قبل الجسيم المشحون تقدرون ترجعون لتسجيلات الفصل الثاني أو تقرون الكتاب الفصل اللي يخص هذا الموضوع. كنتيجة لاختلاف النقل الخطي للطاقة للأشعة المؤينة مثل ما ذكرنا سابقا، يمكن أنه تطبيق دالة فصل الجسيمات بهالحالة. وفي حالة قياس في مجالات الإشعاع الفوتوني عالي الطاقة راح يتطلب استخدام build up caps واللي هو غطاء أو كبسولة البناء اللي يتوجب إزالتها عند قياس فوتونات الطاقة الأوطى اللي تتراوح بين 10 to 100 kV، وكذا في حالة قياس جسيمات بيتا تتوجب إزالة build up caps. وطبعا لو بقت البولد اب كابس فحيحصل امتصاص تقريبا كامل للإشعاع أو الجسيمات الساقطة، وبهالحالة ما راح نقدر نقيس شيء أو يكون قياس غير يعني دقيق. مقاييس البيتا جاما فيها نافذة رقيقة جدا بأحد طرفي الكشاف مثل ما قلنا، تسجل لنا إشارة الإشعاع الضعيف النفاذية. إذا تم تطبيق جهد بشكل كافي على الغاز، ونرجع للشكل، فيكون هنا الجهد المطبق أعلى من الجهد في منطقة الأيونيزيشن تشامبرز، راح يحصل عندنا تضاعف بالشحنة واللي هي تظهر عندها منطقة التناسب أو البروبورشنال ريجن. هذا التناسب يحصل لما تكون الأيونات الرئيسة تمتلك طاقة كافية بين صدامين متعاقبين، وبالتحديد في المناطق المجاورة للإلكترود المركزي الرقيق، وينتج تأين إضافي في الكشاف. التضخيم يكون حوالي 1000 إلى 10000 ضعف، يعني كمية الطاقة المتجمعة في كل تفاعل تتناسب مع كمية الطاقة المودعة في غاز العداد نتيجة للتفاعل. هذه العدادات تكون أكثر حساسية من الأيونيزيشن تشامبرز لأن الإشارة الصغيرة تتضاعف مما يسهل الكشف عنها،
ولهذا يكون الـ proportional counter مناسب للقياسات في مجالات الإشعاع منخفض الشدة. بالنسبة لمقاييس الكشف عن النيوترونات، فهي تعمل ضمن منطقة التناسب بحيث يسهل فصل فوتونات الخلفية، لأن مستويات النيوترونات عادة تكون مترافقة مع فوتونات تعتبر كباكجراوند. الإشعاع اللي يكون بخليط النيوترونات وفوتونات وبنيوترونات تنتج جسيمات ثانوية اللي هي ناتج تفاعل ذي نقل خطي عالي الطاقة، بالإضافة إلى فوتونات تنتج إلكترونات ذات نقل خطي واطي الطاقة. وبسبب هذا الاختلاف في مستوى النقل الخطي للطاقة اللي يرمز له بالـ LET، ممكن أن تستخدم دالة فصل الجسيمات الخاصة بالكشافات المملوءة غاز. فلما يتفاعل النيوترون الحراري مع نواة بورون 10 مثلا، ينتج تفاعل النيوترون ألفا، يعني تتحول نواة البورون 10 إلى نواة ليثيوم 7 مع إطلاق جسيمة ألفا اللي ممكن الكشف عنها بكل سهولة عن طريق تفاعلاتها المؤينة. ولهذا كشف النيوترونات غالبا يكون مطلي من الداخل بمركب بورون، يعني طلال الجدران الداخلية، أو يملأ العداد بغاز BF3. بالنسبة للنيوترونات السريعة، فيتم إحاطة الكشاف بمادة هيدروجينية، بحيث أن النيوترونات السريعة عند تفاعلها مع المودريتر اللي هو المادة الهيدروجينية تقل سرعتها وتصبح نيوترونات حرارية أو thermal neutrons، وبعدها يتم الكشف عنها بنفس تسلسل الكشف عن النيوترون الحراري. مشكلة كشافات النيوترون أنه يحصل فيها استجابة مبالغ فيها أو over response. ممكن هذه يعني الأوفر ريسبونس يوصل إلى 100% 100%، ولهذا يتطلب استخدام ما يعرف بمعوضات الفلاتر أو الكومبنسيتورز أو فلتر كومبنسيتورز لتقليل هذا التأثير للنيوترون الحراري. احنا ذكرنا انه كشافات النيوترون تعمل ضمن مدى التناسب، فالإشارة الخارجة تكون متناسبة أو مناسبة عفوا للجرعة المكافئة في النسيج لمدى واسع من طيف طاقة النيوترون. بمنطقة جايجر مولار، نرجع للشكل، يكون انتشر التفريغ يعني خلال حجم الكشاف. عند هذه المنطقة يصبح ارتفاع النبضة غير معتمد على التأين الابتدائي، يعني الجسيمات المؤينة الأولية أو حتى ما يعتمد على طاقة الجسيم المتفاعل. فبعد منطقة الجايجر مولا ما ممكن الكشافات الغاز أن تعمل بسبب استمرار التفريغ. ممكن اعتبار كشافات جايجر مولا كدليل أو مؤشر على وجود الإشعاع، لكن بسبب اعتماديتها العالية على الطاقة عند طاقات الفوتون الواطئة، وأيضا بسبب عدم مناسبتها لمناطق الإشعاع النبضي مثل الإشعاع الصادر عن أجهزة اللينك، نستخدم الأيونيزيشن تشامبرز حتى نحصل على قراءات أكثر دقة. يعني الموضوع هنا يحتاج موازنة حسب الغرض اللي يستخدم إلى الكشاف. فالتضخيم في أجهزة الجايجر مولر من ناحية أخرى عالي جدا، حوالي 9 إلى 10 مرات، والأمر اللي يجعلها مناسبة عند مستويات الإشعاع المنخفض جدا مثل المناطق العامة حول غرف العلاج بالإشعاع، يعني صالة الانتظار مثلا. وممكن أيضا استخدامها لفحص التسريب وكشف التلوث عن المصادر المشعة. من أبرز سلبيات عدادات جايجر مولر هو طول الديد تايم أو الفترة الميتة اللي يكون فيها العداد غير فعال، يعني هو أقصر فترة زمنية تفصل بين مدتين متتاليتين لأجل أن تسجل كحدثين مختلفين. ولهذا السبب ما ممكن استخدام عدادات جايجر مولر لما يتطلب القياس دقة لمعدلات عدات أكثر من شوية مئات من العدات بالثانية. عداد جايجر المحمول ممكن أنه يصاب بالشلل، يعني يتوقف عن التسجيل في مجالات الإشعاع العالي جدا واللي تكون شدته يعني عالية،
فالقراءات تكون صفر على طول الخط، وهذا ما يعني عدم وجود الإشعاع أكيد. فبهذه الأماكن تستخدم الionization chambers للتأكد من وجود الإشعاع من عدمه. الكشافات المبنية على التلألؤ أو scintillation تنتمي لفئة كشافات الحالة الصلبة، وتصنع من بلورات عضوية ولا عضوية تحتوي على ذرات مادة منشطة، يعني كنوع من التطعيم. تطلق هذه الكشافات الضوء عند امتصاصها للإشعاع الساقط. تستخدم غالبا مواد فسفورية عالية العدد الذري لقياس أشعة جاما، بينما غالبا ما يستخدم البلاستيك المتلألئ مع جسيمات بيتا. فمن أنواع الفوسفور الومضي اللي يستخدم مع أشعة جاما هو الأنثراسين، واللي هو من أنواع البلورات العطرية عديمة اللون أو الأروماتيك هيدروكربون، واللي يتم الحصول عليها من تقطير النفط الخام يعني أورغانيك. ونوع آخر اللي هو ستيلبين، اللي هو المركب الصناعي للأنثراسين. البلاستيك الومضي أيضا من أنواع الفوسفور الومضي، بالإضافة إلى الثاليوم أكتيفيتد صوديوم آيدايد والثاليوم أكتيفيتد سيزيوم آيدايد، اللي هي الثاليوم محفز مواد لا عضوية. أيما كانت نوعية البلورة المستخدمة، فيتم اقترانها بالفوتو مولتبلاير تيوب ضوئيا، يعني بوساطة كيبل ضوئي مثلا، لتحويل النبضة الضوئية لنبضة كهربائية يسهل التعامل معها. وقسم من المقاييس تستخدم الدايود الضوئي بدلا من البي ام تي. كشافات شبه المواصل أيضا تنتمي لعائلة كشافات الحالة الصلبة، لكنها في عملها تشابه حجرة التأين الحالة الصلبة، يعني نقصد بأثناء عملها يعني نقصد بعملها أنه أثناء التعرض للإشعاع. المادة اللي تصنع منها غالبا هي الكادميوم سلفايد والكادميوم سيلينايد، حساسيتها العالية. ممكن أيضا تصنيعها من الجرمانيوم والسيليكون النقيين. يمتاز كشاف شبه الموصل بحساسيته العالية اللي تعادل حوالي 10,000 مرة أكبر من حساسية الكشافات المملوءة بالغاز، بسبب أنه معدل الطاقة المطلوبة لتكوين زوج آيون في مادة كشاف الحالة الصلبة أقل منها في الحالة الغازية، بالإضافة لكثافة المواد الصلبة اللي تكون أعلى مقارنة بالهواء بحوالي 3 مرات، الأمر اللي يجعل حركة ناقلات الشحنة أسرع بكثير في شبه الموصل مقارنة بالغاز. هذه الخصائص سهلت عملية تصميم كشاف شبه الموصل بأحجام صغيرة جدا لاستخدامه كأداة مراقبة إشعاع. على الشاشة ميزات وملامح مقاييس مسح المساحات والغرف حسب ما ورد في كتاب الوكالة صفحة 108، حيث ممكن تغيير زمن استجابة المقياس وذاكرته بحسب البيانات المطلوب الكشف عنها، إضافة للمزايا الأخرى اللي تسهل استخدامه واستخراج البيانات المطلوبة لاحقا، عدا عن إمكانية القراءة الآنية لمستويات التشعيع والكشف الآني عن وجود الإشعاع إن وجد. تمتاز مقاييس المسح الإشعاعي بعدة خصائص، نبتدي ما نقول أنه هي أهمها لأن كلها مهمة، لكن بأول خاصية ممكن نبحث عنها واللي هي الحساسية، حيث أنه يمكن تغطية مدى واسع من معدلات الجرعة باستخدام الionization chambers. أما بالنسبة لعداد جايجر مولا، فكنتيجة للزمن الفصل المحدود رح يحصل بي إشباع بعدة يعني بعد عداد قليلة. العائق اللي ممكن أن الواحد يتجاوزه بإضافة دوائر كهربائية لتصحيح وتقليل الفترة الميتة، يعني أنه نسوي شوية تعديل على الديزاين مالته، ديزاين الربط الكهربائي، بحيث ممكن أن هذه الكشافات العمل بمجالات إشعاع ذي شدة أعلى. أما الأنظمة المبنية على الكشاف الومضي فتعتبر ذات حساسية أعلى من حساسية الجايجر مولا، الكشاف الومضي اللي هو scintillation، ولهذا تستخدم في مجالات الإشعاع الواطئة جدا، مثل في حالة البحث عن مصدر مشع ضائع أو الكشف عن التلوث الإشعاعي، وتستخدم أيضا في مستويات إشعاع أعلى. تتم معايرة مقاييس المسح الإشعاعي عن طاقات معينة ومحددة للحزمة،
لكن هذه المقاييس غالباً ما تعمل ضمن مجال إشعاعي مختلط ومعقد ذي طاقات متغايرة في الغالب، ويكون المجال الإشعاعي مجهول يعني غالباً، ولهذا يجب أن تمتلك مقاييس المسح اعتمادية واطئة على الطاقة لمدى واسع من الطاقات. لدراسة الاعتمادية الاتجاهية أو الـ Angular Dependence Directional Dependence للمقياس، يتم تدويره حول محور العمودي يعني بمستوى أفقي لتسجيل الاعتمادية الاتجاهية. غالبا هذه المقاييس تظهر نوع من التناظر واللي هو مطلوب لقياس الجرعة المكافئة المحيطة. هذا التناظر يكون بين الزوايا 60 بلس ماينس 60 وبلس ماينس 80 درجة بالنسبة لاتجاه المعاير المرجعي اللي هو عند الزاوية 0. أما مدى الجرعة المكافئة هو أيضا من الخصائص المهمة اللي يفترض يمتلكها الكشاف المستخدم في مقاييس المسح الإشعاعي، حيث أنه من المفترض أنه يغطي مدى واسع يمتد من النانو سيفرت بر أور إلى سيفرت بر أور، يعني الفرق يكون تقريبا 10 للأس 9 سيفرت بر أور. الفرق وين كان المدى المستخدم عادة بين يعني المدى المستخدم عادة بين المايكرو سيفرت بر أور والسيفرت بر أور، لكن أنه هو تصميم يكون بين النانو والسيفرت. بالنسبة لوقت الاستجابة لأجهزة المراقبة فيعرف بأنه ثابت زمن الـ RC اللي هو مقاومة في مضروبة في المتسعة الخاص بالدائرة الكهربائية المرتبطة، حيث أنه R هي مقاومة العشرة أو اللي يسموها ذاك الرازيستا المستخدمة بالدائرة الكهربائية، والC هي متسعة الدائرة. مدى الجرعة المكافئة يمتلك مقاومة عالية وبذا تكون الـ RC عالية، وحركة المؤشر ممكن تكون بطيئة، فيعني يحتاج بين 3 إلى 5 ثوابت وقت، يعني 3 إلى 5 نضربها في الـ RC على الأقل إلى أن تستقر قراءة الكشاف. قسم من أجهزة المسح ممكن أن تظهر قراءة صفرية عند وضعها في مجال إشعاعي ذي شدة عالية بحيث يمثل حمولة زائدة على الجهاز، ولأن مقاييس الكشف الإشعاعي عرضة لمعدلات الجرع قد تتجاوز قراءة العداد بعشرات المرات، فتلك الكشافات اللي تظهر قراءة صفرية عند الحمولة الزائدة يجب عدم استخدامها في المراقبة، لأنها ممكن تعطي انطباع خاطئ للعامل أن المكان آمن إشعاعيا بينما يكون المجال الإشعاعي في الحقيقة قوي جدا، يعني جايجر مولا غير مناسب في مجال الإشعاع النبضي بعكس الأيونيزيشن تشامبرز مثل ما ذكرناها. تحتاج مقاييس المسح الإشعاعي أو سيفي ميترز المعايرة في مختبرات قياسية لحساب الجرع، وحسب تكون هنا حسب البلد وضوابط البلد، يعني اللي يكون مثلا مرة كل 3 سنوات واللي هي الفترة التقليدية للمعايرة. لكن بحالة إصلاح المقياس بعد حدوث خلل ما أو في حالة حدوث تغير مفاجئ في استجابته، فهنا راح تتوجب المعايرة حتى لو ما كانت مرت فترة كافية على آخر معايرة، لجل أنه نفحص استقرار المقياس لمدى طويل، فيستخدم مصدر مشع ذي عمر نصف طويل نوعا ما في بيئة قابلة للإعادة والمحاكاة. بالنسبة لقابلية الفصل فعدادات جايجر مولر مثلا ممكن إضافة بيلد أب كاب إلها بحيث يسمح بمرور أشعة جاما فقط، حيث أنه أشعة بيتا حيتم امتصاصها بهذا الغطاء وما تنفذ للجزء الحساس من المقياس مثل ما ذكرنا أيضا ببداية هذه المحاضرة. يعني لو أردنا قياس بيتا فنرفع الغطاء ببساطة، فيتم بهالحال تسجيل بيتا وجاما معا. وطبعا الفرق بالإشارة بين وجود الغطاء وفي حالة رفعه يعطي مؤشر عن كمية بيتا المسجلة. أما بالنسبة للادقة المسجلة في قياسات أجهزة المسح الإشعاعي فهذا هنا يتم تزويدها للمستخدم من قبل المختبرات القياسية،
القراءات المتعاقبة عند المستخدم ممكن نحسب اللا دقة نوع أي منها، أما اللا دقة نتيجة الاعتماد على الطاقة أو الانرجي ديبندنس والاعتماد الزاوي للكشاف وغيرها، هذه كلها ضمن نوع بي من اللا دقة، واللي يعطينا نبذة مختصرة عنها بالفصل السابق. اللا دقة مجتمعة اللي تمثل جذر مجموع مربعات الـ A والـ B، راح يتم أخذ حاصل ضربها مع عامل التغطية اللي يساوي 2 في حالة أغلب البيانات الدقيقة تكون واقعة ضمن 95%، والعامل يكون 3 في حالة تطبيق حدود 99% لدقة البيانات. نتوقف هنا، والمحاضرة القادمة نكمل إن شاء الله مع أجهزة المراقبة الشخصية للإشعاع، واللي تكمن أهميتها بتحديد كم ونوع الجرعة اللي يتعرض إلها العامل في مجال الإشعاع بالذات، وما يتبع من إجراءات وقائية حال الاقتراب من حدود الجرعة المسموحة للعاملين. فأستودعكم الله، والسلام عليكم.